اليوم التظاهرات تدخل في يومها 21 برجولة وشرف وتحد كبير. هؤلاء الشباب وهؤلاء النساء والشابات وكبار السن وأمهاتنا وأخواتنا يقدمون صورة رائعة في التحدي والوقوف بوجه الظلم والطغيان الذي استشرى في هذه البلاد التي وصفها كل الناس وكل الخيرين وكل الحكام إنها أغنى بقعة في الأرض، ولكن في كل الحقب وفي كل الأزمنة أهلها يعانون. ليش؟ ما ندري. ليش دائما إحنا شعبنا مطالبه في حدودها الدنيا، ولكن في كل مرة يقدم دماء طاهرة زكية على مذبح الحرية، وهو يطالب بلقمة عيش بسيطة في وسط أجواء ومناخات سياسية أفسد من الفساد بنفسه. أحيانا وكل الناس تسأل هذا البلد بكل خيراته ألا يكفي للحكام ولا يكفي للشعب؟ وكنا نعرف خيرات هذا البلد تكفي قارات معنا. وأيضا الناس تسأل ليش الواحد يصير عميل؟ أو ليش الواحد يصير أداة مع احتراماتي إلى المشاهدين وإلى الضيوف رخيصة بيد الأجنبي؟ ليش ما تكون أداة وطنية بيد شعبك تكبر ومن تمر عليهم يستقبلونك ومن توقع يشيلونك ومن تحتاج دعم يقفونك الطود الشامخ بوجه كل من يريد بك سوءا؟ عندما نستذكر هذه المرحلة وتحديدا نسخة حكومة 2018 ونأتي إلى اللحظات الأولى التي تبين فيها فساد هذه المرحلة الجديدة، ولكنه فساد لم يشبه الفساد الذي سبقه. هناك أناس كانوا من البداية يحذرون ويصرخون واستغاثوا ولجأوا إلى كل الوسائل والسبل القانونية في أن يتم إيقاف زحف منظومة الفساد لتشكيل حكومة ابتدأت بالتزوير وانفضح التزوير، وكل مؤسسات الدولة أكدت أنه تزوير، ولكن أصحاب السلطة والطامحين بها والمنتفعين منها والمتعودين على ملذاتها والذين لا يرون أنفسهم خارجها كانوا مع الأسف لم يفهموا الصورة بالشكل الذي كان يجب أن يفهموه. وها نحن اليوم أو ها هم اليوم يحصدون هذه الثمار. هذه الصورة لست أنا من أصفها، ولست أنا من أتمناها، ولست أنا من أكتب حروفها، ولكنهم هم بأيديهم كتبوها. الصورة المقابلة التي أفرزت رجالا وشبابا ونساء أعادوا لهذا البلد هيبته وكرامته وشعبه في مطلب كبير كبير، نريد وطن.